الله يا مبارك، كذي صارت الدنيا كسرة عصا من هذيك البساطة والقعدة الحلوة إلى هذا كله. كل هذا شلون أقدر أعيش أنا هني؟ إيه صدق قالوا الفلوس نعمة، لكن يا ربي لا تسويها نقمة. لا لا اخوي، لا 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 يمكن، لا يمكن اخليهم يمشوني على كيفهم. شلون بس يمشونك على كيفهم يا مبارك؟ الحين الريال راعي البيت ولا الفلوس؟ نعم يعني الفلوس هي اللي تمشي البيت. اكيد قصدك خالد. ايه خالد، خالد خالد ولدك؟ لا بالله مو ولدي ولا اعرفه. زين يا اخوي يا مبارك، انا عمري ما شفتك كذي، انت ايش فيك يا اخوي؟ لا بيودوني بعد معاهم البيت الجديد. علشان كذي ما بعت البيت القديم. افا عليك يا اخوي افا، انا ابيع البيت القديم؟ البيت القديم قطعه من قلبي، قطعه من حياتي. انا اذا ابيع البيت القديم كني بايع نفسي، كني بايع روحي يا نايف. يا اخوي مبارك فهمني، انت اللي مزعلك بس؟ قالوا المره تروح حق محو الاميه تعلم القرايه والكتابه، قلنا امنا بالله ما يخالف. لكنها لكن شنو؟ المفروض ان الكل يتعلم. لكنها تلبس نفنوف حمر وتقعد ترقص من العيب الصبر، رايحه راده مره عيوز بسن. يصير هذا يصير؟ اوه الله يهديك، قاعد موسع صدرك علي. فن ادعي الله يهديك يا نايف. اقعد بس الله اقعد زين. والله حاجه ابوك طول عمره كذي ما يتغير، والوالده مسكينه. الوالده متعوده على كذي. لا يا اخوي لا، الوالده تغيرت، الوالدة متفهمة أكثر من أبوك، وبعدين عندها استعداد للتطور. قاعد ما تقول للوالد وين يروح، طول عمره من البيت للمسجد ومن المسجد للقهوة الشعبية، عمره لا راح سينما لا راح مسرح لا راح ملعب كلش. أصبر ونكوك أصبر، الحين يجي خالد ويتفاهم معه. مو خالد لسانه أطول من لسان أبوك. إيه بس لازم يتفاهم معه. إيه بس لو الوالد يفكنا من هالراشديات. يسعدنا أن نحرر صفحات إعلانية عن شركتكم ومشروعاتكم. مشاريعك المستقبلية. الحقيقة أنا فكرت في مشاريع وايد. زي إيه؟ الحقيقة أنا فكرت في مشروع شركة لتربية الدواجن. وقد صرح رجل الأعمال خالد مبارك بأنه سوف يقوم بإنشاء شركة ضخمة لتربية الدواجن، ولها فروع في آسيا وأفريقيا وبلاد ما وراء النهرين، تقوم بتصدير الدواجن مذبوحة على الطريقة الإسلامية ولحوما من كافة الألوان والأنواع. مضبوط مضبوط. هل هناك مشروع صناعي في ذهنك؟ الحقيقة أنا فكرت في مشروع لمصنع الساعات. وقد ذكر لمجلتنا بأنه سوف يقوم بعمل مصنع للساعات كي يحافظ على وقت المواطنين العرب من القهقهة والثرثرة والبعثرة. مضبوط. بس أخوي البعثرة شنو؟ بعثرة بعثر يبعثر. هل هناك مشاريع ثقافية؟ زي ايه؟ مش فاهم. زي إنشاء مجلة ثقافية شهرية مثلا؟ أنا بصراحة ما فكرت. بصراحة؟ انا عجبك قوي، اقدر اعمل لك مجلة وامسك مدير التحرير واكتبها لوحدي من الباب للباب من الغلاف للغلاف، واجيب لك اعلانات تكسبك ذهب ذهب. والله يا اخوي ما ادري، عطني فرصة افكر.
البيت شنو؟ يما ايش فيك يا بنت نادي؟ انا بالبيت تبي شيء؟ شلونك؟ شلونك؟ تمام؟ ايه اقول هلا ابوي وين؟ ابوي فوق يصلي. وماما؟ ماما ايش تبي بالماما؟ ما افطمهم لا يبا يعني الواحد ما يسأل عن الموضوع اي بلا بس مالك عادة تسأل يا ماما ام والحين عندنا في رقم المناطق حبيبي شو حبيبي انت قطة دي العب يا اله الا الله يو يبا يو يبا شو اللي صارخ ها شو فيك هسه وتر لا حمار يا عمود قاعدين نسولف كذي اي سولف كذي بين يوم وليلة قول يا الدنيا كذي وتغير كل شيء ايش رايك يبا مو احسن من اول الله اعلم بس انت الحين مرتاح ضميرك مرتاح على اللي احنا فيه اي طبعا اوف اكيد يبا في شيء لا ماكو شيء بس سؤال يعني انت اقول لك مرتاح على وضعنا على اللي احنا عايشين فيه يبا لحظه خلني اقول لك انا احنا مثل كل الناس من حقنا ان نعيش اسمع يعني احنا دور احنا عايشين مو قصدي انا الحين حمود وين ابوي وين امي امك راحت يبا راحت 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 وين راحت؟ يمكن راحت السوق سبحان الله يمكن عجيب بعد هذا شيء جديد راحت السوق هذه أول مرة تروح السوق ولا ما أدري عنها؟ يه وش فيها يا بايد راحت السوق بروحها؟ إيش فيها؟ الدنيا انقلبت الدنيا تغيرت مولية وش حاجة والله إيش حاجة الدنيا انقلبت ليش؟ أقول لك هذه أول مرة أمك تطلع بروحها وأنا ما أدري عنها تقول إيش فيها الدنيا؟ يبا لا تنسى إن الحياة هذه في تطور الحين تطور في ثلاجة تطور في طيارة تطور في تلفزيون في فيديو مو تطور انك تطلع بروحها وانا ما ادري عنها هاي تطور هذا تسوي تطور يبا انا مو قصدي هالكلام انا قصدي اني اقول لك ان الحين الوالدة الحين اذا راح تسوق بروحها شي يصير يعني فيها شيء ما فيها شيء بس يلا بس لا يبا يلا شيء رياش طولك امك تطلع بروحها ما حد يدري عنها تقول فيها شيء احنا اللي تغيرنا ربعك هذول اللي بالقهوة الشعبية كلهم تغيروا ايش حق ما تحاكيهم وانا ايش علي من ربعي انا انا ما علم غيري انا علم من بيتي وعيالي يبا خالد ابوك قصده يقول يلا خذ يعني يقول انا ما اعرف بترجم لي يعني يكون يتكلم انجليزي لا يا الويت تقول حابور الله يهديك بس يا محمد إيه الله بيعيننا عليكم اسمع يا ولدي اسمع نعم. ترى انا لا راضي على الفيلا ولا راضي على الفلوس ولا راضي على سياراتكم وكشخاتكم لو ما امك هذه هي اللي سحبتني وجابتني غصب ولا كان انا ميت ايه بس يبقى مو لازم بس بعد بس انا بروح فوق واذا جت امك السستر ولا ابوي فوق لا معصب بالوالد والله العظيم والله العظيم امك صارت سستر وانا صلحقه ابوك ترى ليه الحين زعلان ما عليك باكر يهدى بس خلني انا شغله بالشركه وما عليك yeah. اكيد او اقول امك تاخرت يا معود الحين تجي ما عليك يا اي والله يلا انا احبك اكثر من عمري صدقيني انا ما ابيك تشكين فيني حتى لو لحظه واحده يا بعد عمري انت يا بعد قلبي والله الله ايه بس انا استغني عنك انا افا 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 انا بس انطر اخوي خالد يفتح المصنع واقول له على طول ها ايه طبعا بشتغل معه هي جامعة عاد انا اقضي طول عمري دراسة علشان شوية فلوس تطول لي عمرك لا يا بعد عمري انتي يا بعد قلبي بتروحين اقول المهم باكر الساعة 6 اي بنفس المكان يلا مع السلامة بسم الله خير شايف عمال ابوك ادري يا اخي ابوك هذا مشكلة والله مشكلة سمعت انه يقول بي باكله ومصروفه من دخل التاكسي شلون ابوك هذا حبيبي يبي له غسيل مخ اي والله يبي له غسيل مخ صدق يبي له غسيل مخ تدري شلون ايش رايك نخليه يسافر فرنسا مثلا يقعد له شهرين هناك لمن ينقسم مخه والله محمد فكرتك زينة بس تلقى يوافق يا فرنسا هذا حبيبي شلون ما يوافق فرنسا يا عفو عليك حكي ما يوافق ¶¶
حمود حمود قول لها لحظة قول لها لحظة لحظة ايش تبي انت يا اخوي ايش فيك؟ شوف انا تراوالي الوالد اكيد راح يدور على والده. يا اي والله بس انا قال حق الوالد الماما رايحة السوبر ماركت. اوه محمد اي سوبر ماركت هذا؟ تأخر وايد ما تشوف الساعة انت. والله ما ادري يمكن الوالدة تتجول شوية يا اخوي. يا رب يا رب سترك يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل دام فضلك. لا اله الا الله. عم ابراهيم موجود؟ موجود بس وصل مشوار صغير. اي خدمة؟ ابي في موضوع شخصي. طيب نقول له مين لو سمحت؟ انا مبارك سالم. مبارك سالم، عاشت الاسامي يا سيد مبارك. الله يعافيك سلمك. لا اله الا الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ممكن اقابل السيد ابراهيم الماصخ؟ نقول له مين؟ قول له صالح. صالح بس. صالح بس؟ يعني مشهور قوي وكل الناس تعرفك؟ ونعم ونعم بصالح. سريح يا ولدي سريح سريح. مشكور جزاك الله سريح. الله يوفقك يا ولدي. دي مكاتب الشركة المتحدة. انت متأكد ان انت عايز السيد ابراهيم الماسخ شخصيا؟ ابي اشوفه علشان يشوف لي شغل عنده علشان اساعد ابوي على المعيشة. متأسف ما عندنا الشغل. ابراهيم الماسخ عمي اخو ابوي. صحيح انهم زعلانين شوية الا انا جاي اقابل عمي من دون علم ابوي. لا يا ولدي لا افع عليك. الاصول قبل المحصول. لو انك جاي حق عمك لازم تراجع ابوك. ومع ذلك ان حصلت شغل عسى الله يوفقك. وان ما حصلت عمك مبارك موجود في سلس الديرة. مرني وانا حاضر تحت امرك ادب لك شغل يرضيك ان شاء الله. مشكور ما تقصر. انت لازم تجي معي البيت عشان اشوف العيال وتعرف تعرف عليهم. سمعت ابوي يمكن صار لك مده ما تعرفهم. ان شاء الله. بارك الله فيك. الو ابن عبد العزيز. مرحبا عبد العزيز. اقول انا ما اقدر اجيكم ترى لا عندي شغل شوي. ايه ما يخالف انا اقول لك بعدين. مع السلامه. شوف يا وليدي أبيك تروح البيت معاي وتقعد هناك تنطرني مو تطلع. ترى أنا عندي وفد الياباني وأبمر عليهم وأروح معاهم شوي عندي شغل. سمعت؟ يعني ما تطلع لين ما أنا أجيك وأشوفك. حاضر. سمعت أبوي؟ بارك الله فيك. هو عيالي. الله يقويك. يبو هذا ولد عمكم يمكن ما شفته من زمان. وأنا الحين مشغول عندي وفد ياباني وأروح عندهم شوي. وديروا بالكم على عيالي. بارك الله فيكم. مع السلامة. مع السلامة. اهلا اهلا. صاحب ابوي؟ لا لا اصير له. ابوي شرى لنا تلفزيونين، واحد في الصالون وواحد في غرفة ابوي، وتلفزيون في غرفة نومي. انت عندك كم تلفزيون؟ مثلنا؟ ايه مثلكم.
وصار عندنا 4 سيارات. أبوي شرى سيارة جديدة وقال لي من أكبر يشتري لي سيارة عودة أطرل من عنده. أنت عندك كم سيارة مثلنا؟ إيه نعم مثلكم. الحمد لله بخير. ايش تقولين؟ ايه؟ ها؟ ايه؟ لا 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 لا، احنا لازم نحارب الأمية. اي نعم لازم نسوي جمعية أهلية، فهمتي؟ شلون؟ اي طبعا. ها؟ ايه؟ لا 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 لا، احنا ما لازم نلقي شخصيتنا قدام الريايل، احنا لازم كلنا نتعلم طبعا. واي ريال ما يرضى ان زوجته تتعلم يعتبر هذا رجل متخلف. متخلف مرة وحده؟ اي نعم انا معاك. انت شو هتكلم انت حاجة انت؟ هلو هلو. يا الله يا الله سترك يا رب يا رب سترك. انت يا هذا مني 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 هذا مراشد انت يبا انت ما تسحر عويج مره عيوز تتكلم عن الكلام هذا. جاب لي مطبخيج، جاب لي بيتج، شو عيالك شبون؟ مو جاب لك تلفون 24 ساعة مرة تتكلمين كلام ما تفهمينه. انت انت يسحر عويج المرة اللي ما تسمع كلام زوجها ولا تطيعها، ترى ما تعتبر مرة ولا تعتبر زوجة راعية بيت. مبارك شنو واخذيها؟ استحر عويج انت وصف ولا كلمة؟ شو الكلام هذا؟ شو الكلام؟ مبارك انت تدري سويت؟ سويت؟ فشيتني قدام الحريم، فشيتني قدام زميلاتي في المدرسة. زميلاتك؟ ايه؟ بعد صار الزميلات وتعرفين الحكي هذا. احنا انت ما تقولين لي شو انت تفتحين جمعية؟ احنا الجمعية هاللي كل يوم قاعدين ننزل فيها اغراض هذه شنو؟ مين جمعية هذه؟ يعني شنو سويت في الفلوس تفتحين جمعية بروحك؟ الله اكبر الله اكبر. شو نقول احنا شو نقول؟ بعدين انت شو الكلام من نحارب من نحارب؟ انتوا تحاربون انتوا رجال رجال طوال الشوارع ما قدروا يحاربون، انتوا تحاربون؟ وين؟ شو اقول انا شو اقول اشق هدومي واطلع من هالبيت انا؟ انت قولي لي من قال لك هالكلام هذا؟ ماكو غير ام احمد ولا حمود، انا عارف شلون اتفاهم معاهم. مبارك خربوك خربوك. بطل باب يلي ما تسحي على وجهك قاعدين للحياة. شذي ما تسمعون؟ خلي لهمكم مطلزة حق اللي سوال ما يسوى. قلنا لكم علموها تعلموها شذي؟ لكن يصير خير. بطل بطل الباب. اي زين لا تبطل الباب. حسب لك انا خليكم ما خليكم لو يصير ما يصير. انا طافكم شوب هني وقاعد امطلكم يا اللي ما تسحون. شفت الفيديو الجديد 5 انظمة؟ ايه شفته. انت ولد ابراهيم الماصخ؟ نعم انا صالح عبد الله الماصخ. معقوله ابي ما يخلينا نزوركم؟ ادري يا هاني. وانت يا عامر وتعرف اسامينا بعد؟ منو قال لك؟ انا ثاني ثانوي. واختي سامي تدرس في امريكا. الدراسه زينه. انت بيصف؟ انا ما كملت الثانويه. معقوله ولد عمي عبد الله الماصخ يطلع من الثانويه هو بعد يتكوى صغير؟ طلعت من الثانوية علشان أساعد أبوي على المعيشة. السلام عليكم. يا الله. عليكم السلام ورحمة الله. وينك فيه؟ أنا بالمكتبة. مكتبة؟ شو سوى المكتبة؟ عندنا بحوث طايح له بحوث شو الله قاعد طايحين له شوي. بحوث؟ تابعي. أنت باتي تبحث مشكلة أمك بدل ما أنت طايح له بحوث المكتبة؟ خير إن شاء الله. إيش فيها؟ خير؟ منين لنا الخير وإحنا في هالحالة؟ عموما يبا انا كنت متوقع حدوث المشاكل هذه. نعم يا يبا هذا اسمه التغير الاجتماعي. عجيب.
وعلشان كذي لازم يصاحبه بعض المشاكل الطفيفة. إيش هالكلام هذا؟ في جنوب أفريقيا مثلاً. يلا خذ. الحين ما تقول لي إيش جاب جنوب أفريقيا؟ يبا السبب إن الناس اللي تهاجر من إقليم إلى إقليم تحاول إنها تتوائم مع المكان الجديد، ولذلك راح تواجه مشاكل المكان الجديد. نعم. إذن يا يبا لابد من التوازن. بس 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 بس. ترك عنك الكلام اللي ما له معنى. يبا. إيه عطنا عطنا الكلام اللي له معنى. يبا تسمعني اسمعني أول. تفضل تفضل. صدقني يبا المشكلة هذه علشان تواجه. زين لابد من فهم الدوافع اللي ورا المشكله. اي نعم. وانا ملاحظ ان الوالده مره متفهمه زين وقابله للتحول. علشان كذي امي هي العنصر المتحول في البيت وانت العنصر الثابت الذي لا يريد ان يتحول. يا ايبا عنصر وخنصر وبنصر وكلام كلام كلام. الله يكون بعوني. الله يساعدني عليكم يا خالد. ايه انت شحدني بالتلفون قاعد تعبت وليدي. كم كلم رفيقي يبا؟ اي رفيقك يا وليدي؟ اي رفيق؟ رفيقك حيبا نايم مو زين حرام كذي وتقل الناس. افع عليك بس. ها يبا خير صدق لي انا ولد عمي؟ ايه ولد عمك. اذا لس ما نزوره ما يزورونا. وانت الحين ما عندك غير هالسالفة؟ روح يا ولدي راجع دروسك. روح وبيروح. روح بارك الله فيك. ان شاء الله يبا. الله يهداك يا يمه. ان شاء الله باكر التعلمين وتدشين الجامعه والجمعيه النسائيه ويحطون صورك في الجرايد ويقولون اجتماع مهم لسيدات المجتمع مع ام خالد. وخالد اخوك يا احمد يقول اني انا غلطانه. غلطانه؟ لا هذه ما لحق. لازم على الاقل ياخذ فكره بالبدايه، وبعدين المعرفه هي الطريق الوحيد لمعرفه ما حولنا يا يمه. وبعدين انا عندي اقتراح، انت ايش رايك تعزمينهم في احد الفنادق الكبيره هذه؟ لان يا يمه التغير الاجتماعي مو سهل. ليش تبي تترك المدرسه؟ يبا الشغل وعيد يا وليدي والدراسه. اشتغل واكمل الدراسه؟ لا لا ما يصير ما يصير يبا. كل الناس قاعد تشتغل وتكمل الدراسه. ادوك يا يبا لا تحرمني من رغبتي. ها قوة خالد. هلا أحمد. شنو تفضل. هذا واحد كاتب عنك مقال. لا يبا. اي نعم. اي والله نزلها. اي انها فرصة كبرى لشباب بلادنا ان يهتموا في اقتصاد البلاد مثل هذا الشاب. اي خوش حكي خالد. اي بس ربعك متضايقين من المقال هذا. حقد هذا شكو فيهم؟ لا يا اخوي هذا حق مؤقت. شلون يعني حق مؤقت؟ يعني لو منزلين صورة واحد فيهم بالجريدة وكاتبين عنه هالكلام كان الحين امه تيبب له ومبخرته ومسنعته وكل شيء. خلي يولون زين حاقدين هذين ما عليك منهم. خليك من الموضوع الحين. ها؟ الوالد حقه زعلان؟ اي الوالد. انا علمك. شوف يا عم ابراهيم. نعم. انا بعطيك 3000 دينار وبس. نعم الله يهديك يا حجي. قيمة السيارة 3000 دينار و500. هيصير طيب عاد نزلنا شوية الله يطول لي عمرك. يعني شي نزلك الواحد ينزل 100 دينار مو 500 دينار بارك الله فيك. يا ابن الحلال صل على النبي وتوكل على الله. على أمرك. هات هات أطلع كمبيالة تبا. تفضل. على أمرك ما يطيب إلا خاطرك. ألو. أيوة فندم موجود. نقول له مين؟ طيب لحظة دي صالح التليفون عايزك. صالح؟ أي صالح؟ ما بعرف بيقول صالح عايزك. تفضل.
ألو؟ نعم. إيه، أهلا أهلا. حيا الله ولدي. إيه تعالي بالمكتب، مر علي. إيه على خير على خير. مع السلامة. الله وين صار اخوي؟ عسى ما شرب. شو اقول لك يا حسن؟ تفضل. مثل ما انت شايف. اي لا علاوه ولا درجه. بعد ايش تبيني اقول بعد؟ يا عبد الله يا عبد الله، انا قايل لك يبا سير من شلتهم نافق. شوف يبا، ود سياره المدير الجراج، طلعها من الجراج، ود المدير المطار اذا بغى يروح عنده، يبا اذا يمن السفر يبا نافق يبا يلا يكتبوا فيك يعطونك التقرير، يعطونك العلاوه اللي تبي. يا ابن الحلال، انا كل هالشغلات ماني راضي عليها، شلون اسويها؟ ايش هالحكي الله يهديك؟ ايش هالحكي؟ ايش هذا حكي يا حبيبي؟ شوف 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 انت الحين، انت صار لك كم سنه موظف تشتغل في هالشركه؟ سنه كم سنه بعد؟ كم سنة؟ من زمان. شو أقول لك؟ أول أمسات يا وصار مدير الشركة. أي وأنت قاعد مكتبك من هنا لهناك الفاضي. أي نسوي؟ إيش تبين أسوي؟ ما تقول لي إيش تبين أسوي؟ من الحلال واحد. شوف خوي، الفراش هذا ما غيره فراشنا راح يرقونه يعطون الدرجات والترقيات، وين تقعد مكانك تكرف 24 ساعة ولا حد سال عنك. أي اقعد أحسن لك. صادق والله. اي الدنيا حظوظ، ناس ما تشتغل وتاخذ علاوات ودرجات وترقيات وكل شيء، وناس تتعب وتكرف وبدون. ايش اقول لك؟ والله ما عيست وانا اقول علاوه درجه علاوه درجه، ماكو فايده. انا اخليك تتعلم الشغل في المراقبه الماليه، سمعت؟ وبعدين اخلي مراقب الحسابات يعلمك كل الشغل. ووصيت عليك سياره الشركه توصلك تجيبك لحد البيت بعد امر. ايش تبي؟ قول تدلل. ما تقصر، كلك خير وبركه يا عم. خلوه علي انا. يهمني انك كسبت كفاءة في العمل. ان شاء الله اكون عند حسن ظنك يا عمي. وبعدين لا تنسى انت حسبة ولدي وابوك عزيز علي، بس اللي ابي منك تبيض وجهي. بارك الله فيك. ان شاء الله. انا بعد السيارة البوكس التاكسي هذا اللي وقف عند الباب ملة حن رايها، ما لقى مكان يحط سيارته اللي عند باب بيتنا. لقى فيها شيء؟ ها؟ لك السيارة؟ ايه؟ يبالله هداك شعري، ايش حق يا عيبها دي؟ ايش حق يا عيبها؟ مكدتني بشقائي متعبي؟ ليش حاج؟ ايش حق يا عيبها؟ ليش؟ على ويك تقول ليش ايش حق يا عيبها؟ رياش طولك عدالي تقول دب، تقول ليش يا عيبها؟ يا عيبها عشان أساعد في المواصلات. لا يبالله هداك، شد حلزة مواصلات، يبا احنا وضعنا غير. شنو وضعك غير؟ شنو وضعك غير؟ لا يا مبارك، وضعنا كلنا. الله أكبر، حتى أنت يا أبو خالد تقول إنها ترس حلجك؟ لا يا مبارك، وانت من الله خلقك وعرفتك ما قلتيها لي الا عقب ما جاتكم هالفلاسات هذه كبرت نفوسكم، والحين قمتوا تسعرون وتستحون من وقت التاكسي عند الباب. انا ما استحي من وقت التاكسي عند الباب، انا طول عمري مع التاكسي وعايش مع التاكسي.
التاكسي هي اللي ربتكم، هي اللي كبرتكم، هي اللي ثقفتكم. ما تتكلمون، ما تتكلمون يا شباب يا مثقف. يبا يبا ارجوك يا يبا، نبي نعيش يوم واحد بدون مشاكل، نبي نعيش مثل الناس. تعيش مثل الناس انت يا خالد؟ طول عمرك تقول لي نعم وتقول لي لا الحين عقب ما جتك هالفليسات. الله اكبر، لما خلصت الثانويه وقلت لي بدخل المعهد التجاري قلت لك تفضل حياك الله. وانت يا الحقول يا سلس واقف شطورك تقول طنطل عدالي وتقول مشاكل، شنو مشاكل قدام الناس؟ خلصت الجامعه وعدت الجامعه مره ثانيه عشان تكمل، وما اظنت انك تكمل، تبي تروح تشتغل بالتجاره مع اخوك وما اظنت انك تفلح. اما الاخ الاستاذ احمد هالقصاصه صاحب الدفاع عن قضيه جنوب افريقيا، المفروض انك تدافع عن ابوك، تدافع عن مشاكل ابوك، مو تحول من مدافع عن قضيه افريقيا الى مدافع عن فيله وسياره. ايه لكن مع الاسف، مع الاسف الله يسامحكم. يستاهل كل خير، مبروك. ما تقصر، الله يبارك في حياتك. صالح عبد الله صالح، مشكور يا عمي، ما قصر. شيك ابوي عسى ما شاف. صالح صالح يا علامة، ايش فيه صالح؟
انت زعلان علينا؟ لا. البوكس اللي عند الباب هذي من له؟ ما في. ليش؟ شاريها فلوسي بحلالي. ليش؟ ايه بس البوكس ما له داعي، صالون كفاية يعني. انا شاريها لي يا ابو سنطويل، شاريها علشان اكد عليها اترزق الله من وراها، رزق حلال. الخير والحلال اللي حنا عايشين فيه يا يبوي، هذا ما لي شغل فيه، خلوه لكم. يبوي حطوبة ايش تبي؟ يبوي انت شقيت وتعبت وايد، جاء الوقت اللي ترتاح فيه الحين. ارتاح فيه؟ وانا ايش قالولك عني انا الحين مكسر ولا عمري 120 سنة ولا شايفني امشي على العصا؟ الحمد لله انا بصحتي زينة، بعدني نشيط، بعدين انا هذه السيارة انا ايبها شاريها عشان اشتغل عليها، وقت ما اصحى اصحى، وقت ما انام انام، هذه سيارتي موجودة عندي، بعدين انا لازم اشتغل، لازم اشتغل عشان اطلع صاتها واطلع رزقي من وراها. يبا ما قلنا شيء احنا، بس الخير وايد ولله الحمد. الحمد لله الخير وايد، لكن انا صدقوني انتو يا اخوك هالقصاصة هذا، لو ما احبكم ولو ما اعزكم كان ميت انا هالبيت هذا. صباح الخير عبد الله. هلا حسن، صباح الخير يا هلا مرحبا. خير؟ اليوم نداوم بكر؟ شنو انت نايم هني؟ ها والله ايديك شالحجي طالع ساعتك. انا اللي ادري موظفين يداومون ساعه 9 10 9 ونص 9 يعني، بس انت الله يهديك يعني مداوم بكر عشان يقولون لك انت مخلص في عملك. يا ابن الحلال شالحجي الله يهديك، انا مخلص وغيري مخلص، مو بس انا. ايه انا جاي الحقيقه مبكر. ايه في موضوع مضيق خلقي شوي. اي موضوع عبد الله؟ انا مستعد برقبتي سداده لك. قول بس قول. كلك بركه يا حسن ما تقصر. يلا تفضل. بس مضيق خلقي شوي، ولدي صالح. أنا تعبت يا صالح، تعبت من الشغل، لو في إيدي أسوي لك شيء يرضيك ويرضي أخوانك كان سويت، لكن الرزق من الله سبحانه وتعالى. لو تكد كد الوحوش غير رزقك لم تحوش. اخت المدير يا حبيبي، اخت المدير، مدير الشركة يبا. وانا شكو بمدير الشركة واخته، شكو فيهم هذا. اقول ترى مي كبيرة صغيرة عمرها 40 سنة وعندها عيال ولدين وبنت. اي والله روح اطلب ايدها من اخوها وفك نفسك. علاوات لهني وعندها فلوس، ترقية ورا ترقية، ترقيات يعني على طول وانت قاعد. حسن اي تصدق لو من رفيجي كان زعلت عليك. استغفر الله يا ربي، اتركم وعيالي وعيالي علشان فلوس؟ لا 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 يا ابن الحلال، اترك عنك هالسوالف. وبعدين انا لعلمك ما ابي العلاوه والدرجه علشاني انا، لا. هني كان بيتنا القديم، بيت العائلة قبل التثمين. أبوي قال لي من هني بدأ عمي يأخذ فلوس التثمين ويضحك على أبوي ويقول له بنسوي مشروع مشترك،
وخذ الفلوس لها بروحه. كل الناس قالت لي، إلا أبوي ما رضى يقول لي شيء، لا عن عمي ولا عن الفلوس. انت مالك عمام، مالك احد في الكويت، لا عم ولا اولاد عم. فوزية يبا عبد الله الماخوخ سجلنا ماسخ حادث في هالقاله وماكو احد في هالشارع ورايح عنك. الله انت شو اسمك يا بابا؟ شو اسمك؟ فوزيه. اسمك فوزيه؟ الحين ادور ابوك. يا عبد الله الماخوخ، فوزية يا ربي وين رحت يا ابني؟ الله يهديك. الله يهديك يا اخوي. الله يهديك يا اخوي عبد الله يا ماصخ. حرام عليك بنية في عمر الوردة تهدها هالشكل. لك بركة من الحلال والله. كل بركة عليه على اهمالك. الدنيا امان. مشكور يا حجي. شاهد لي الحلال بنية اذا ما تقدر. اسمك بالخير. انا اسمي مبارك. بس بنية مثل هذه ما تنهج بالشارع بين الله خلقه. الحلال الدنيا امان، الدنيا بعدها بخير ان شاء الله. يا ابن الحلال لا تقول الدنيا امان. ابليس ما مات. يمكن تطلع تدعم السياره، يمكن سبحان الله شغله ثانيه. لا ان شاء الله يا ابن الحلال، لا ان شاء الله. على العموم يا ابن الحلال ما قصرت والله. خذ الله يهديك. بس خذ هذا كرتي بالشركه. انا اسمي مثل ما قلت عبد الله الماصر. انا اشتغل بهالشركه، واذا احتجت اي شيء انا حاضر يا ابن الحلال. ان شاء الله احنا محتاجين شيء. لا يا اخوي لا تصير ماسخ. لا تصير ماسخ بس. الله يهديك بس. يلا عاد انا استاذن. خلينا حب فوزية. يلا مع السلامة. قولي لنا مشكور يا عمي. مشكور ما قصرت يا ابن الحلال. اشهد ان الريال طيب والله يا ابنك. والله انه طيب ويستاهل مني عزمة على البنت. مبارك. وين راح مبارك؟ يا مبارك يا عم مبارك. هذا من صدق قاعد تقرا شعر في شنو؟ شعر هذا. شوف ولا تعمق بكلمات الشعر. الرياضة الرياضة يطول عمرك. شعر يقول لي
شلون نخطى الكرة هذي؟ ايش يصيد الكرة هذي؟ والله ابوكم ما ادري ايش فيه بطل اليوم. يما الله يهديك، انت روحي نجبه ويصير خير، ابوي اكيد عنده شغل يمه. هاو انجب ابوكم ما يلي الحين؟ اصلا يا يمه حتى لو بي ابوي ترى بيجيب اكله معه. اكيد يمه. ها انت ما تعرفين ابوي طول عمره كله بروحه، ياكل بروحه، يمشي بروحه، يتمشى بروحه، كله بروحه بروحه. ها ايش فيكم انتم؟ يا نيتو ما فيكم صبر تنطرون ابوك؟ والله هذه تحيل الواعق اصلا يروح، احنا ايش ننطر بعد اليوم يبي له واحد ينطر ولا شيء؟ يوال الحين احنا والله كل واحد بس خلاص سكتوا فكوني، اروح اجيب لكم وخلاص. لا يمه شنو تجيب لنا؟ تعالي احنا ما راح ناكل الا ما تاكلين معانا. شنو؟ ناكل بروحنا؟ صح انت صح. ما يصير ما يصير ما يصير, ما يصير. بعدين خالد اذا ما اكل يمه يصير انا يصير انا يمه الله يخليك على تمر علشان عيالي. زين زين اسبقوني يا حي الله الريال الطيب. الله يحييك ويبجيك يا اخوي. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الحقيقه معرفه الرجال ذهب، ومثلك وشرواك نادر بهالوقت. والله يسلمك. الحمد لله الحمد لله. اتكل على الله يا اخوي. الحمد لله الدنيا بخير. هي لو خليت خربت. صدقت والله صدقت. الحمد لله. يا صالح عطنا الشاي يا وليدي. ان شاء الله. لا اله الا الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا قدم لعمك يا صالح. واصل واصل واصل. حيا الله منيانا. الله يحييك. يا هلا ومرحبا وليدي صالح. ونعم. ينعم حالك. من رخصتكم وراي مذاكرة. لا 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 اقعد شوي اقعد شوي. ايش فيه؟ هذا انت؟ لا مو انا. مو انت؟ شو مو انت؟ عم مبارك انت تعرفه. لا لا ما يعرفني. شو ما يعرفك؟ طالع من عدل طالع من عدل يا ابوك. شو ما يعرفك؟ نسيتني. بس هو عنده ضعف ذاكرة. لا 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 يا عم مبارك الله يهديك. وين تعرفه؟ وين شفته؟ الحقيقة يخلق من الشبه 40. يا ابن الحلال اتقل عاو. شلون يخلق من الشبه؟ أنا منظري 6 على 6. ما شاء الله. أي لو منظري 6 على 6 ما أعطوني إجازة، أنا سواق تاكسي. أنا ولدي صالح أنا شايفه اليوم شايفه عند إبراهيم الماصر. ولا نسيت طالع من عدل يا ولدي. خبرت نسيتني. بس صالح أنت رحت له؟ ايه ماني قايل لك لا تروح له يا صالح. ليش هسه ما شر؟ انا اسف يا يبا لكن مضطر اني اروح له. وليش يا وليدي مضطر؟ ليش؟ علشان اساعدك واشتري لك سياره. اي كفو ولدي ابي اساعدك واشتري لك سياره. هل فيها شيء؟ ما فيها شيء. بس هذا منو اللي رايح له؟ منو اشتري لي سياره؟ من وين يا حسره؟ من وين رايح تطر يا وليدي؟ لا يبا انا ما رحت اطر، رحت اشوف لي شغله عنده. يا صالح انت الحقيقه تبي تجيب راسي للارض. استغفر الله ما عادش اللي يسوي كذي يا يبا. يا جماعه ايش سالفتكم؟ يا ابن الحلال هو باقنا. من هو هذا اللي تحكون عنه؟ هو باقكم وهو لا تروح له؟ انا قاعد بالنص باق فلوسنا من 20 سنه وكبر على حسابي وعلى حساب عيالي وعلى حسابنا كلنا. خلاص يا يبا خلاص. عمي ابراهيم الماصر مات بالنسبه لي ولك. صلوا على النبي يا جماعه تعودوا ابليس. وامك يا عم مبارك هذا ما هو انسان. انسان ما يزور اخوه من 20 سنه تسميه انسان؟ انسان ينطع حد من الوصل والموده هم تسميه انسان؟ بس شاكول 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 لك. الو ايوه. طيب لحظه دي سيد ابراهيم البيت على التليفون. لا بيت ولا جفت مالي خلق. واسمع اي مكالمه اي شيء لا ترد عليهم ما ابي اي شيء. حاضر على امرك. يلا الو معلش اتصلوا بعد شوية لان هو خرج من راح مشوار. ايوه شكرا.
يا هلا حجي. الله بخير. الله بالخير. كيف الحال؟ ها خير ان شاء الله. ايش عندك؟ خصم واعطيناك. عشان السياره ما فيها شيء بعد. لا 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 ان شاء الله السياره مبروكه ما فيها الا العافيه. ما قصرت بس انا جايك موضوع ثاني. موضوع شنو بعد؟ جايك طال عمرك موضوع صالح عبد الله الماصر. تعرفه؟ صالح عبد الله الماصر. عارفه هذا ولد مستهتر ومينون وما عنده سالفه. ولا عنده تقدير ولا عنده احترام ولا يحترم اكبر منه. اعطني الكرت يا سامي. كرت صالح؟ اي نعم. تفضل. شوف ايش تقول لي بالكرت يعني؟ خليني احاكيك، هذا الكرت كل شيء مسجل فيه. ادري يعني قال لي عن الكرت وقال لي عن سوالف الكرت وقال لي انك عينت بوظيفه زينه ما قصرت جزاك الله خير وقال لي انك حطيت له سياره توديه وتجيبه هم ما قصرت. لكن اللي ما هي بزينه الاسم اللي داخل الكرت، هل انت مرتاح منه ولا تخاف الموظفين موظفينك يعايرونك يقولون ولد اخوك فقير وطرار ومسكين وجاي يشتغل عندك بشركتك؟ ابي اسالك انت جاي تحاسبني؟ انا حاسبك؟ ما يحاسبك الا سبحانه وتعالى. انا اقول لك حرام عليك تنكر اخوك. اذا انت انكرت اسم اخوك شلون انت تنكر اسم ابوك؟ شلون انت تنكر اسم امك حلوه اللبن تنكرها؟ هذا اخوك قال لي السالفه كلها، قال لي من 20 سنه انك استوليت على حلاله وقطعته من هذاك اليوم لما هاليوم، وهذا هو مساكين تغير طايح على الله وعلى المسلمين. يجيك ولده يبي يشتغل يبي يعيش نفسه ويعيش ابوه تنكره وتنكر اسمه؟ ما تخاف من الله؟ انت شو بتاخذ وياك من دنياك؟ شو بتاخذ؟ ما حرام عليك؟ ماك ولا مترين قماش وتراب ودفنونك وهالباجي هذا كله بيروح. تذكر الكلام هذا زين واذكر ربك واذكر سوالفك كلها، ترى هذه ما تفيدك. خاف الله، خاف الله يا اخ ابراهيم، خاف الله. حي هالصوت حياه يا بعد تبدي تروحين؟ تون محاتي كان انزين. المهم على حسب الموعد مو تقعدين تعذريلي تقولي لي هلي وما هلي وتسوي لي سوالف، تراني والهان عليك وايد وايد. ها يا بعد قلبي لحظة اشتابين تتابي يا اخو الناشب. خلنا نسمع صوتها شوية اخوي. يا ايوه ينيتن. ايه والله ينيت شوية عاد. زين اسمع ها بس ما تفتح حلجك. اي بس شويه بس اللي تحطه وترد تسمع علي على طول بس اسمع حتى ارد على طول. اكيد اكيد. الو قوه انت تحبين اخوي محمد؟ انا احب محمد. انا احبيني شويه اخوي. ايش تبي انت تبي؟ الو شويه يا اخوي النيتين. يا اخوي ما ابي شيء يا اخوي. يا شوف انت لا تزعل، انا مستعد اعطيك معلومات عامه وشاملة عن ثوار جنوب أفريقيا، عن شلون صار الاستعمار وكيفية الاستقلال وهالشغلات الكهربية هذه، وانت أخوي تعطينا دروس في الحب وهالشغلات وشون انتباهم مع القش يعني. انزين انزين يا أخوي الله خليك. الحين أعطني عرض كتابك. ها؟ أعطني عرض كتابك. زين يعني انت موافق؟ اطلع برا. انزين انا أقعد ساكت ولا كلمة. تقعد ساكت ولا كلمة؟ ما تبطل حلجك؟ زين أكيد. صار أكيد أكيد. ألو عمري آسف حبيبتي. لا هذا ياهل والجيراننا عمره 7 سنين. هذا أخوي إبراهيم بيت أخوك عبد الله الماصر. هذا بيت اخوي عبد الله؟ نعم هذا بيت اخوك عبد الله. انا اللي علي دلتك اياه، وانا اقول لك كلمتين وانا رايح، ترى الدنيا وانا اخوك ما فيها خير ولا تسوى ولا تسوى زعل. الانسان اليوم موجود وباتر ما يندرى وانا فيه، والبخيت اللي يقولون عنه كلمه زينه. بس يا ابو خالد انا ما بيني وبينه شيء. ان شاء الله ما بينك وبينه شيء، بس هو يقول لك 20 او 25 سنه ما شفته، وانت انسان عاقل وانسان كريم وانسان فاضل، اخوك محتاج لك. انا بهدك وان شاء الله الله بيعينك على اللي تسويه من خير. فمان الله فمان الله فمان الله فمان الله.
وقفت ابوك صار لها ساعة واتفع عند الباب. يمكن وقفه ونزل يتمشى. أربع ساعات قاعد أقول لك واتفع عند الباب تقول يتمشى، ولا متفارقين أنت بعد؟ يمكن راح القهوة الشعبية. شو راح القهوة الشعبية؟ قهوة شعبية هني يمنا، قهوة شعبية بعيدة، إذا بيروح لها لازم يروح لها بسيارة، ما يروح لها مشي. راح زاير واحد من ربعه ما يصير. السلام عليكم. عليكم السلام. هذه مصرخكم واصل برا، إيش سالفة؟ سالفة أبوك واتفه برا. أدري شايفها برا. بس أنا خايفة عليه يا خالد. طالع. عاد ما تبدون أنت خايف عليه. شلون بالله خايف عليه؟ الرجال يمكن رايح يتمشى يسوي رياضة شيء. قلت لها مين صدقه يا أخي؟ عيل وين راح؟ أكيد رايح البيت القديم. صح. صدق؟ يمكن. عايش تنطرون يلا يبا. أمشي شغل بدري ونروح على طول. يلا بسرعة 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 بسرعة. يلا. لازم يهيئ للانتقال من مرحلة إلى مرحلة ومن حياة جديدة إلى حياة أخرى. أجد أحمد الله يخليك مو أكتسب الحين. أنتوا الحين بدأ ما تبعدون التناجرون. شوفوا أبوكم وينه. بنلقاه يا إما إن شاء الله بنلقاه. بس أنا خايف أنه دعم. لا مو معقولة. ليش؟ لأن السيارة واقفة قدام الباب. حبيبي يا مولا المفاتيح عندي، يعني أخذهم. ما أدري أنا والله هو شي مو معاي، ما أدري شو السالفة. عيل يعني فلا قولي لي عيل وين يعني وين رايح؟ السيارة اللي عند الباب هذه من يعرفها؟ يمكن مزاجها مع واحد من ربعه. ولا خبر. عيل وين راح يا ولادي؟ ما تقولي وين راح ابوك وحسرتنا. لا يما لا يضيق خلقك. خلاص ما عليك الحين شرط نروح البيت نلقاه هناك.
الله يسمع منك ان شاء الله. يلا ان شاء الله يا وليدي. اكبر اكبر تقعد فيها يا بوي. بعد احسن من المكان ماكو راحه ونعمه وبراد. يلا يلا يلا. امي ما ايش فيكم؟ ايش تبي امك؟ امي زادت شاي زادت شاي. يا ايش ابي امي؟ والماء يا امي ترى ضروري حق ثوار جنوب افريقيا. يا بوي يا بوي شوف احنا معاك نومة البوكس هذه مضبوطة وتمام زين لكن قاعدة البحر ماكو عليها الله يعني يا البحر البحر يلا فوق فوق ايه فوق الشاي يلا بسرعة يما بسرعة يلا يما يلا خوش براد عاد البحر نمونة يلا يلا انا مشتهي البحر عاد خوش يلا ما دام كلنا جميع ابرك يلا 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 خوش براد يا عيال اي والله خوش براد انا هني 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 يا ابو كريم يلا يبا انا معك تعاون توكل على الله توكل على الله توكل على الله يا ابو فاطر عود اي بعد شو تسوي سكرات تحت دوك الله زين يلا ايش يا ابو يبا هني اي اي احسن من الوكاله لا كانت بدون كانت هذا ما يبين مولي